ماذا يعني اشتراك النادي الاهلي، مشاركه النادي الاهلي للمره السادسه في كاس العالم للانديه؟ كالعاده ارقام قياسيه بيعملها النادي الاهلي، ومفيش غير النادي الاهلي بس هو اللي بيعمل الارقام دي. دايما كل حاجه ليها ارقام كده تعديها. النادي الاهلي هو بيعدي كل ارقام يا ايمن. بطل القاره معروف على طول دايما، ممكن في بعض السنين بيحصل ما ياخدش البطوله مره اتنين، ما بتحصل يعني مش عاديه، لكن هو البطوله دي مكتوبه باسم النادي الاهلي، يعني بطوله افريقيا دي مكتوبه باسم النادي الاهلي، اللي هي لو راحت زي الدوري الممتاز. يعني معروف ان الدرع ده موجود في النادي الاهلي، ممكن صحيح. سنه تروح منك لكن يرجع تاني، هو النادي الاهلي صاحب درع الدوري العام. صحيح. بطوله الانديه مش اي نادي يقدر يوصل للمكان اللي فيها النادي الاهلي ايمن. على طول هو موجود، على طول هو بطل القاره، على طول دايما عامل ميداليه برونزيه، وكان الحمد لله كان ليا الشرف ان انا موجود مع الجهاز الفني. فهو ده النادي الاهلي، اي ارقام قياسيه دور على النادي الاهلي، اي حاجه بتفرح البلد دي هو النادي الاهلي. اي حاجه، اي مكانه بيتمناها اي نادي عربي او افريقي هو النادي الاهلي تلاقيه موجود فيها. فطبعا انا شايف طبعا النادي الاهلي هو احق نادي موجود في القاره كلها، موجود في بطوله العالم، ولازم مش لازم يعني ان شاء الله كل سنه النادي الاهلي هو موجود، وهو ده النادي الاهلي دايما يشرفنا، وان شاء الله تبقى بدايه النهارده موفقه ايمن، ويوصلوا يا رب لابعد من برونزيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.